بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساه لاخيه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الاماراتية اثناء اداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين